هنا والشرق الأوسط بصفتي وزير للخارجية وبصفتي كمدير سابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية وأيضا كعضو في الكونغرس. في كل مرة آتي فيها أرى شيئا جديدا وشيئا عظيما. هذه الرحلة تحمل معنى خاص بالنسبة لي كمسيحي إنجيلي، وتأتي في أعقاب الاحتفال بعيد الميلاد المسيحيين الشرقيين، وهو وقت هام. نحن جميعا أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام، مسيحيين ومسلمين ويهود، وأنا أحتفظ بنسخة مفتوحة من الإنجيل في مكتبي لتذكرني بكلمات الله سبحانه وتعالى وبالحقيقة الإلهية. أما اليوم أتحدث عن الحقيقة الصغرى، وهي حقيقة لا يتم النطق بها كثيرا في هذه المنطقة من العالم، ولكني كعسكري سأقولها بكل صراحة اليوم. أمريكا هي قوة تخدم الخير في الشرق الأوسط. علينا أن نعترف بهذه الحقيقة، لأننا لم نفعل ذلك سنقوم باختيارات سيئة الآن وفي المستقبل، وخياراتنا اليوم لها تبعات للدول ولملايين وملايين الأشخاص، على سلامتنا، على ازدهارنا الاقتصادي، وعلى حرياتنا الشخصية، وعلى مستقبل أطفالنا. لا يوجد مكانا لائقا بصورة أكبر من المكان الذي أقف فيه اليوم للدخول في مثل هذا النقاش في الجامعة الأمريكية في القاهرة الجميلة. هذه السنة تصادف الذكرى المئوية على تأسيس هذه المؤسسة. الجامعة الأمريكية أكثر من مجرد جامعة، هي رمز على الصداقة مع مصر والأواصر التي تربط بين شعبينا. معا أوجدنا هذا الصرح العلمي الحديث وسط حضارة قديمة لها تاريخ ثري حافل بالفنانين والشعراء والمثقفين. لطالما كانت مصر بلد السعي وراء تحقيق الأمال، ومع ذلك فإن تطلعاتكم وتطلعات إخوانكم في الشرق الأوسط تبدو مستحيلة المنال. في هذه الأراضي شهدت انتفاضات من تونس إلى طهران، فيما تهاوت الأنظمة القديمة وجاهدت أنظمة حديثة كي تبزغ، وحدث ذلك هنا أيضا. وفي هذه اللحظة الحرجة أمريكا صديقكم القديم كانت غائبة بصورة كبيرة. لماذا؟ لأن قادتنا أخطأوا قراءة تاريخنا وأيضا لحظتكم التاريخية هذه. تم تعبير عن سوء الفهم الأساسي هذا في هذه المدينة في العام 2009، وأثر بصورة سلبية على حياة مئات الملايين من شعب مصر وفي جميع أنحاء المنطقة. تذكروا هنا وفي هذه المدينة بعينها وقف أمريكي آخر ليخاطبكم، قال لكم أن الإرهاب الإسلامي المتطرف لا ينبع من أيديولوجية، قال لكم أن أحداث 11 من سبتمبر دفعت بلادي إلى التخلي عن مثلها العليا ولا سيما في الشرق الأوسط، قال لكم أن الولايات المتحدة والعالم الإسلامي بحاجة إلى بداية جديدة، وكانت نتائج هذه الأحكام الخاطئة وخيمة. وبسبب إساءة التقدير بأننا قوة تساهم في آفات الشرق الأوسط، تخوفنا من تأكيد قوتنا في حين أن ذلك الوقت وشركائنا كانوا يطالبوننا بذلك. لقد أساءنا التقدير وبصورة فادحة في مدى قوة وشراسة الإسلام المتطرف، وهو عبارة عن فرح محرف من الإيمان يسعى إلى قلب جميع أشكال العبادة. وصلت الدولة الإسلامية داعش إلى أطراف بغداد، وترددت أمريكا في التصرف، وقامت باغتصاب ونهب وقتل عشرات الآلاف من الأبرياء، وولدت خلافة في أنحاء سوريا والعراق، وأطلقت هجمات إرهابية قتلت الناس في جميع القارات، وجعلتنا عدم رغبتنا في استخدام نفوذنا نقف صامتين فيما صار شعب إيران ضد الملالي في طهران فيما عرف بالثورة الخضراء، وقتل الملالي وأتباعهم وسجن وأرهب الإيرانيين المحبين للحرية والمتواجدين في الشارع، وألقوا اللوم عن طريق الخطأ على أمريكا بسبب هذه القلقلة، في حين أن استبدادهم كان من غذى هذه الاحتجاجات. وبعد أن تقوى النظام بدأ بنشر نفوذه الخبيث في اليمن والعراق وسوريا وأبعد من ذلك في لبنان،
والآن نرى أن حزب الله التابع للنظام الإيراني بالكامل يقوم بتكديس ترسانة هائلة تقارب 130 ألف صاروخ، وقام بتخزين هذه الأسلحة في البلدات والقرى اللبنانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. هذه الترسانة موجهة بالكامل ضد حليفتنا إسرائيل، وعندما أطلق بشار الأسد الإرهاب ضد المواطنين السوريين العاديين وضرب المدنيين بالبراميل الحارقة التي تحمل غاز السارين، تماما مثل فعل صدام حسين عندما ضرب الشعب الكردي بالغد، نددنا بهذه الأعمال. ولكن بسبب في ترددنا في استعمال قواتنا لم نفعل أي شيء إزاء ذلك، وحماسنا في مخاطبة المسلمين فقط للدول تجاهل التنوع الثري للشرق الأوسط وأضعف أواصر قديمة وقود مبدأ الدولة الوطنية وهي حجر أساس الاستقرار العالمي. فرغبتنا في تحقيق السلام بأي ثمن دفعنا إلى أن نعقد صفقة مع إيران عدونا المشترك. ماذا تعلمنا من كل هذا اليوم؟ تعلمنا أنه عندما تتراجع أمريكا يتلو ذلك الفوضى، وعندما نتجاهل أصدقائنا تتراكم الاستياء، وعندما ندخل في شراكة مع أعدائنا يتقدم أعدائنا. أما الخبر السار فهو ما يلي: عصر العار الأمريكي الذي فرضته أمريكا على نفسها قد ولى، كذلك ولت السياسات التي ولدت كل هذه المعاناة التي لم يكن لها داعي. والآن تأتي البداية الحقيقة. خلال 24 شهرا، أقل من عاما، أعادت أمريكا تحت قيادة الرئيس ترامب التأكيد على دورها التقليدي كقوة للخير في هذه المنطقة، لأننا تعلمنا من أخطائنا. لقد اكتشفنا مرة أخرى صوتنا وقمنا بإعادة بناء علاقاتنا ورفضنا الاقتراحات من الخاطئة من أعدائنا، وانظروا إلى ما حققناه وما حققناه معا. تحت قيادة جديدة واجهت أمريكا الواقع البشع للإسلام المتطرف، وفي أول رحلة للرئيس ترامب إلى الخارج إلى هذه المنطقة طالب من الدول ذات الغالبية المسلمة، وأنا أقتبس هنا، أن تواجه اختبار التاريخ العظيم في أن تغزو التطرف وتدحر قوى الإرهاب. شاركنا الرئيس السيسي في هذا الجهد، ودانا الأيديولوجية المشوهة التي عاثت الموت والمعاناة على الكثيرين. أشكره على شجاعته هذه. كما قلت في خطاب أخير ألقيته في بروكسل، كلماتنا لها معنى مرة أخرى، وكما يتوجب أن يكون عليه الحل. علمتني ويست بوينت ميثاق النزاهة، إذا ما ألزمنا الهيبة الأمريكية وراء أي عمل نقوم به فإن أصدقاؤنا يعتمدون عليها في أن نكمل للآخر. إدارة الرئيس ترامب لم تقف مكتوفة الأيدي عندما استخدم بشار الأسد السلاح الكيميائي ضد شعبه. أطلق الرئيس ترامب غضب الشعب الأمريكي ليس مرة واحدة فقط ولكن مرتين، وبدعمنا الحلفاء وهو على أهبة الاستعداد ليقوم بذلك، بالرغم أننا أمل أن لا نضطر إلى ذلك. لمن يتخوف من استخدام القوة الأمريكية تذكروا، لطالما كانت أمريكا قوة تحرير لا قوة احتلال في الشرق الأوسط. لم نحلم أبدا بالهيمنة. هل يمكنكم أن تقولوا نفس الشيء عن النظام الإيراني؟ في الحرب العالمية الثانية ساعد الجنود الأمريكيين في تحرير شمال أفريقيا من الاحتلال النازي، وبعد 50 عاما قمنا بتشميع تحالف لتحرير الكويت من صدام حسين. هل سيأتي الروس أو الصينيون لنجددكم مثل ما فعلنا؟ عندما تنتهي المهمة أمريكا تغادر. اليوم في العراق بدعوة من حكومة العراق لدينا نحو 5000 جندي، فيما بلغ عددهم في الماضي نحو 166 ألف جنديا. في وقت ما كان لدينا عشرات الألاف من العسكريين الأمريكيين في السعودية، الآن هذا العدد هو مجرد عشر ما كان عليه في الماضي. وعندما ننشئ قاعدة رئيسية مثل ما فعلنا في البحرين والكويت وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة، يكون ذلك بدعوة من الدولة المستضيفة. وبنفس هذه الروح عززت أمريكا العام الماضي التحالف من الشركاء والحلفاء لتفكيك خلافة الدولة الإسلامية وتحرير العراقيين والسوريين والعرب والأكراد والمسلمين والمسيحيين والرجال والنساء والأطفال.
أعطى الرئيس ترامب قادتنا في الميدان الصلاحيات لضرب الدولة الإسلامية بصورة أسرع وأقوى مما مضى، والآن 99 من الأراضي التي سيطرت عليها داعش قد تحررت، والآن تعود الحياة الطبيعية إلى ملايين العراقيين والسوريين. وعلى الدول الأعضاء في التحالف العالمي أن يشعروا بفخر عظيم بهذا الإنجاز، اللي معا أنقذنا الآلاف من الأرواح. وقد ساعد حلفاؤنا وشركاؤنا بصورة كبيرة في جهود محاربة داعش، شاركت فرنسا وبريطانيا في الضربات التي أطلقناها على سوريا ودعمت جهودنا في مكافحة الإرهاب، واستضاف الأردن وتركيا ملايين السوريين الفارين من العنف. وقد أسهمت السعودية ودول الخليج بسخاء في جهود تحقيق الاستقرار، نشكرهم جميعا على مساعدتهم ونحثهم على الاستمرار. كما ساعدت الولايات المتحدة أيضا المناطق المحررة وهي وسيلة هامة في منع الخلافة من العودة. قدمنا نحو 2.4 مليار دولار من المساعدات الإنسانية إلى العراق منذ العام 2014، ومنظماتنا غير الربحية تقوم بعمل رائع هناك كل يوم. نحن وحلفائنا قد جمعنا نحو 30 مليار دولار على شكل منح ودعم تمويلي خلال مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت العام الماضي، لنفكر في الناس الذين نساعدهم. استضفت العام الماضي أول اجتماع وزاري على الإطلاق لدعم الحريات الدينية في واشنطن، وفي ذلك المؤتمر سفيرنا دون حقيبة في العراق قام بسرد قصة رحلته إلى العراق، حيث التقى بالنساء الأزيديات اللواتي تم بيعهن بسوق النخاسة واللواتي انتزع منهم أطفالهن من أحضانهم، والحياة في ظل داعش كانت جحيم. اليوم المناطق هذه قد تحررت وذلك بسبب قوة التحالف. وأتذكر سطرا من نجيب محفوظ الحائز على جائزة السلام يقول: الخير ينتصر في كل يوم، وقد يكون الشر حتى أضعف مما نتصور. لنتحول إلى إيران، لقد عكس الرئيس ترامب إدارة ظهرنا الطوعية إلى خطر النظام وانسحب من الاتفاقية النووية الفاشلة بوعودها الكاذبة، وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات التي ما كان يتوجب رفعها في الأساس. شرعنا في حملة ضغط جديدة لقطع الإيرادات التي يستخدمها النظام لنشر الإرهاب والدمار، وانضممنا إلى صفوف الشعب الإيراني في المطالبة بالحرية والمساواة، وعززنا من أواصر التفاهم المشترك بين حلفائنا حول حول الحاجة إلى مكافحة أجندة النظام الثوري. وتعرف الدول بصورة متزايدة أنه يتوجب علينا مواجهة الملالي. مصر وعمان والكويت والأردن كلها لعبت دورا هاما ومحوريا في ضغط جهود إيران في تلافي العقوبات، وألغت الإمارات العربية المتحدة الواردات من المكثفات الإيرانية في عقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وساعدت البحرين على كشف ومحاربة وكلاء الحرس الثوري من البلاد، وأوقفت نشاطات إيران البحرية غير مشروعة. والسعودية عملت معنا أيضا في مكافحة التوسع والنفوذ الإيراني في المنطقة، وتثني الولايات المتحدة على جميع هذه الجهود، ونسعى إلى أن تستمر جميع الدول في العمل على تقييد النطاق الكامل لنشاط النظام الخبيث، ولا يقتصر العمل على الحد من طموحات النظام الفتاكة في الشرق الأوسط. أصدقاء أمريكا من كوريا الجنوبية إلى بولندا قد شاركونا جهودنا في إيقاف موجة الدمار الإقليمي والإرهاب العالمي الذي تعيثه إيران. وقد قطعت الدول في جميع أنحاء العالم واردات النفط الإيراني بالكامل، ويعمل آخرون على تحقيق هذا الهدف. الشركات الخاصة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى قد قدرت أن إثراء نفسها من خلال العمل مع النظام هو ممارسة تجارية سيئة. في اليمن ساعدنا شركائنا في التحالف فيما تصدروا جهود منع التمدد الإيراني الذي كان سيكون كارثيا على التجارة الدولية والأمن الإقليمي، ودائما صاحب انخراطنا مساعدات إنسانية قوية.
دعمنا المحادثات التي رأسها الأمم المتحدة لوضع اليمن على مسار السلام. في لبنان حزب الله له وجود قوي، ولكننا لن نقبل بالأمر الواقع. حملة العقوبات القوية التي أطلقناها ضد إيران هي أيضا موجهة ضد هذه المجموعة الإرهابية وقادتها، بما في ذلك ابن حسن نصر الله زعيم حزب الله. لنتحدث الآن عن بناء التحالف. تحركت إدارة ترامب بسرعة لإعادة بناء الروابط بين أصدقائنا القدامى وبناء شراكات قوية. أول رحلة في منصبي هذه شملت جولات في إسرائيل والأردن والسعودية. في واقع الأمر زرت هذه البلدان حتى قبل أن أخذ قسمي كوزير، وأنا أرحب بقادتكم في مكتبي في كثير من الأحيان، مثلما رحبت بوزير الخارجية شكري في أغسطس الماضي. بناء التحالف بالنسبة لأمريكا هو جهد طبيعي، ولكننا تجاهلناه في السنوات الماضية. لقد تمتعنا بعلاقة مثمرة في الشرق الأوسط لمئات السنين، ولكن علينا أن نبقي عليها. والروابط بيننا وبين المغرب وعمان تعود إلى الأعوام 1777 و1833، وصداقتنا مع مصر تمتد إلى أجيال مضت، ونحتفل هذا العام بالذكرى 70 للعلاقات الدبلوماسية مع الأردن. نحن الآن نؤسس حوارا سليما مع حكومات العراق، وهي ديمقراطية يافعة ونابضة، كما نبني شراكات من أجل تحقيق ازدهار مشترك في المستقبل. حان الوقت لجميع الخلافات القديمة أن تنتهي لخدمة الخير الأكبر لهذه المنطقة. وتعمل إدارة ترامب أيضا على تأسيس تحالف استراتيجي شرق أوسطي لمجابهة الأخطار الأكثر جدية في المنطقة وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والإقتصاد. هذا يجمع ما بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن. اليوم نطالب من جميع هذه الدول اتخاذ الخطوة التالية لمساعدنا في تعزيز تحالف ميسا. تنمو هذه الروابط جديدة وتتجذر بصورة لم نكن نتصورها حتى عهد قريب. من كان يصدق قبل بضعة سنوات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور مسقط، أو أن علاقة جديدة ستنشأ بين السعودية والعراق، أو أن البابا في روما سيزور هذه المدينة ليلتقي بالأئمة المسلمين ورؤساء الكنيسة القبطية. في أكتوبر من العام الماضي عزف النشيد الوطني الإسرائيلي أثناء تتويج بطل الجودو الإسرائيلي كفائز في دورة ألعاب أقيمت في الإمارات العربية المتحدة، وكانت هذه أول مرة يسمح فيه لوفد إسرائيلي بالمشاركة تحت العلم الوطني الإسرائيلي. كانت هذه أول مرة أيضا يحضر فيها وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، وقال هذا هو حلم قد تحقق. هذا ما قالته الوزيرة. لسنين كنا ضالعين في محادثات للوصول إلى هذه اللحظة، وكان من الصعب كبت الدموع. أريد أن أشكر السلطات في أبو ظبي وضيوفنا الذين استقبلونا بهذه الطريقة الاستثنائية. هذه الخطوات باتجاه التقارب ضرورية من أجل تحقيق أمن أكبر في مواجهة التحديات المشتركة، وهي تلمح إلى مستقبل أكثر إشراقا في المنطقة. بالطبع عملنا سوية لم ينتهي، وهو لا ينتهي أبدا. أي عمل تقوم به أمريكا لوحدها. تعرف الولايات المتحدة أنه لا يمكنها ولا يتوجب عليها المحاربة في كل جولة قتال ولا أو المحافظة على كل اقتصاد في العالم، ولا تريد أي دولة أن تعتمد على دولة أخرى. هدفنا هو الدخول في شراكة مع أصدقائنا ومعارضة أعدائنا بشراسة، لأن وجود شرق أوسط قوي وآمن قابل للحياة اقتصاديا هو يخدم مصالحنا الوطني. لأكون واضحا معكم، أمريكا لن تتراجع حتى تنتهي الحرب ضد الإرهاب. سنعمل جاهدا دون كلل إلى جانبكم لدحر داعش والقاعدة وغيرهم من الجهاديين الذين يهددون أمننا وأمنكم. لقد اتخذ الرئيس ترامب قرارا بإعادة قواتنا في سوريا إلى أمريكا. نحن دائما نفعل ذلك وقد حان الوقت لذلك، لكن هذا لا يعكس أي تغيير في المهمة. نحن لا نزال ملتزمين بإكمال تفكيك تهديد داعش والحرب الدائرة ضد الإسلام المتطرف. لكن كما قال الرئيس ترامب، نحن ننظر من شركائنا أن يقوموا بدور أكبر في هذا الجهد في المستقبل.
بالنسبة لنا فإن ضرباتنا الجوية في المنطقة تستمر عندما تنشأ الأهداف، وسنستمر في العمل مع شركائنا في التحالف لدعم داعش. سنستمر في ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لإيجاد ملاذ آمن في ليبيا واليمن، وسندعم بشدة جهود مصر في تدمير داعش في سيناء، وندعم بشدة جهود إسرائيل في إيقاف طهران في جهودها لتحويل سوريا إلى لبنان أخرى. وفيما نستمر القتال سوف نستمر في مساعدة شركائنا في جهودها لحماية حمودهم وملاحقة الإرهابيين، ولكن المساعدة هي الكلمة الرئيسية هنا. نطلب من كل دولة محبة للسلام في الشرق الأوسط أن تضلع بمسؤوليتها لهزيمة التطرف الإسلامي، ومن الضروري أن نعرف أننا لن نوقف حملتنا في إيقاف نفوذ إيران الشرير وأعمالها ضد هذه المنطقة. لن تنعم دول الشرق الأوسط بالأمن أو تحقق الاستقرار الاقتصادي أو تحقق حلم شعوبها إذا ما استمر نظام إيران الثوري في مساره الحالي. يشهد يوم 11 من فبراير الذكرى 40 على تولي هذا النظام القمعي الحكم في طهران. العقوبات الأمريكية على النظام هي الأقوى في التاريخ، وستتزايد صعوبتها حتى تبدأ إيران بالتصرف كدولة عادية. المطالب 12 التي صرحناها في مايو لا تزال قيد التنفيذ، لأن خطر النظام على المنطقة لا يزال قائما. في سوريا ستستخدم الولايات المتحدة الدبلوماسية، وستعمل مع الشركاء على طرد آخر عسكري إيران من هناك، التي كما ستسعى لن تكون هناك أي مساعدة أمريكية لمناطق سوريا تحت سيطرة الأسد حتى تنسحب إيران والقوى الوكيلة لها، وحتى يتم إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل سلمي. في لبنان ستعمل الولايات المتحدة على تخفيف خطر ترسانة صواريخ حزب الله الموجهة ضد إسرائيل، والتي يمكنها أن تصل إلى جميع النقاط داخل تلك البلاد. الكثير من هذه الصواريخ مجهزة بأنظمة توجيه متقدمة من إيران، وهذا أمر غير مقبول. قد تفكر إيران بأنها تمتلك لبنان، ولكنها مخطئة في ذلك. في العراق ستساعد الولايات المتحدة شركائنا في بناء دولة خالية من النفوذ الإيراني. في مايو الماضي رفض العراقيون الطائفية في انتخابات وطنية، كما رفضوا أيضا الخنوع لسلة من الأشرار التي تدعمهم إيران والجماعات المسلحة هناك. لقد قوى العراقيون من أواصر العلاقات مع جيرانهم العرب، واستأنفوا بسلام التعاون ما بين إقليم كردستان وبغداد، وجددوا تركيزهم على محاربة الفساد. في اليمن سنعمل من أجل تحقيق سلام دائم، ودعونا لا نخطئ التقدير. الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد مغامرات النظام الإيراني العدائية. سنستمر في التأكد من امتلاك إسرائيل للقدرة العسكرية اللازمة للقيام بذلك بصورة حامسة، كما ستستمر إدارة الرئيس ترامب في الدفع باتجاه تحقيق سلام حقيقي ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين. مرة أخرى لقد أوفينا بتعهداتنا. الرئيس ترامب تعهد أثناء حملته الانتخابية بالاعتراف بمدينة القدس مقر الحكومة الإسرائيلية كعاصمة لإسرائيل. في مايو نقلنا السفارة الأمريكية إلى هنا. هذه القرارات تلتزم بقرار تبناه كلا الحزبين في الكونغرس لأكثر من عقدين من الزمن. كما تسعى الولايات المتحدة على الحفاظ على علاقاتها الثنائية قوية. على مدى الأيام القليلة القادمة سأعقد محادثة معمقة مع القادة في البحرين والإمارات وقطر والسعودية وعمان والكويت حول أهدافنا المشتركة، تماما مثل ما فعلت في الأردن هذا الأسبوع واليوم مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية الشكري. وفيما نسعى إلى تحقيق شراكة أقوى مع مصر، أشجع الرئيس السيسي على إطلاق الطاقات الإبداعية لشعب مصر وعدم تقييد الاقتصاد وتشجيع تبادل حر ومفتوح للأفكار، ويمكن لهذا التقدم أن يستمر. أثني أيضا على جهود الرئيس السيسي في تشجيع الحريات الدينية والتي تقف كمثال لجميع قادة وشعوب الشرق الأوسط. سررت برؤية مواطنينا الذين تم اتهامهم بصورة خاطئة بإدارة منظمات غير حكومية هنا، وقد أطلق سراحهم.
نحن ندعم بشدة مبادرة الرئيس السيسي لتعديل القانون المصري للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى. هنالك المزيد من الأمور لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات لشعب مصر ومصر نفسها. دعوني أختم بكلمات أخيرة. ليس من السهل أبدا الاعتراف بالحقيقة، ولكن عندما نراها علينا أن ننطق بها. تم انتقاد أمريكا بسبب قيامها بالكثير في الشرق الأوسط أو قيامها بجهود قليلة، ولكن ما لم نكن نحن عليه أبدا هو أننا دولة تبني إمبراطوريات أو دول قمعية. انظروا فقط إلى تاريخنا معا والذي قصصته عليكم اليوم. انظروا إلى حروبنا ضد أعدائنا المشتركين. انظروا إلى جهودنا في بناء التحالفات للمستقبل. وأخيرا انظروا فقط إلى هذه الجامعة والتي هي قائمة الآن لمئة عام. ليس من قبيل الصدفة أن هنالك جامعات أمريكية أخرى تزدهر في جميع أنحاء الشرق الأوسط من بيروت إلى السليمانية. هي رموز على الخير الكامن والأمريكي، وعلى أمالنا لكم والمستقبل الذي نريده لجميع شعوب الشرق الأوسط. أريد أن أشكركم جميعا على وجودكم هنا في هذه الغرفة وليبارككم الرب جميعا. شكرا.